أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: ينكر بعض الإخوة على من يكفر القبوريين ويقول الله لم يكلفكم بتكفير هؤلاء، فهل قولهم صحيح؟ نقول المراد بالقبوريين عباد القبور الذين يعبدون الأموات، يأتون إلى القبور إلى المقبور السيد الحسين أو علي مثلا أو البدوي أو ابن علوان أو السيدة زينب أو ما أشبه ذلك، ثم يدعونهم: يا سيدتي زينب، يا سيدي الحسين، يا سيدي علي، يا ابن علوان، يا يوسف، يا فلان، ثم يقفون عندهم ويذبحون لهم ذبائح يتقربون بها إليهم ويتبركون بتربتهم، يأخذ التراب ويمسح به وجهه: أتبرك بهذه التربة المباركة التي نالتها بركة هذا السيد. يصلي عنده، يقول إن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد لأنه يرفع صلاتي. أليس هذا من الشرك؟ لا شك أنه دعاه من دون الله. وإذا كانوا بهذه الحالة أصبحوا كفارا، ولكن لا يقاتلون إلا بعدما تقوم عليهم الحجة. ونرى أن الحجة في هذه الأزمنة قائمة لانتشار الإذاعات والكتب الإسلامية والدعوة إلى الله.